أميرة، أنت ما جعتيش يا بنت؟ آه يا ماما أنا جعانة قوي بصراحة. طب تعالي تعالي، محل فسيخ ورنجة أهو يلا. يا ماما فسيخ ورنجة إيه يا يا ماما يا ماما؟ أقعدي أقعدي بس أنا هطلب وجيه. أقعد فين بس يا ماما؟ طلبت بقى يا بنت إيه؟ طبق فسيخ كده وطبق رنجة، يا رب يكون عندي ملوحة نسيت أسأله. ماما فسيخ يا ماما هنغسل إيدينا فين؟ مش هينفع يا ماما إحنا في الشارع. الله الله ده شكله الفسيخ يا بنت، شمي شمي ما هو باين من ريحته. الرنجة بقى بسرعة يا ابني، يلا يا بنت يلا يا ابني هات لنا العيش بقى يلا. يو بقول لك انت مشيت ليه؟ انت متصرب عليك انا تبع بطارخ بقى بطارخ. ايوه ايوه بصلتين بقى، هننفع الاكل ده من غير بصل؟ يا ابني انت رايح فين؟ هات لنا حبه ليمون ليمون. طبق الطحينه بقى، الطحينه فين؟ لا. ايوه الطحينه اهي تمام. ثلاثه بقى ثلاثه. هات بقول لك ايه بقى؟ اعمل لنا ايه؟ طبق بطاطس كده. حلو قوي. بقول لك ايه يا ابني بقى؟ نعم. هات حبه ملح. ملح ايه يا حاجه؟ انت بتاكلي فسيخ ورنجه. ناقصه ملح. ناقصه ملح؟ بقول لك ايه يا حاجه؟ انا شطبت وقفلت، اتكلي على الله.